السلام عليكم بنات، كديري لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في القناة فوصفة جديدة. اليوم البنات غنشارك معكم هاد الطويجين خفيف ظريف، الطاجين بالدجاج البلدي من يد الوالدة، الله يخليها لي ويخلي لكم والديكم. كنتمنى يعجبكم، خفيف ظريف، كنتمنى يعجبكم. هذه هي النتيجة ديالو. تابعوا الفيديو حتى الأخير، ما تنسونيش من التعليقات ديالكم واللايكات، ويلا نبدأ. هنايا البنات اول حاجه غادي تردوا على البوطه عادي، وغادي تحط هنايا القياس ديال الدجاج، شويه ديال زيت الزيتون. هنايا درت واحد الضويمه ديال الزعفران، شويه ديال البزار. هنايا البنات راه كتخدم بيديها عادي طبيعي، كتعرفوا الوالدين. هنا شويه ديال سكينجبير، القياس مهم على حسب عدد الافراد ديال المنزل. مهم صافي. هنايا غادي تزيد شويه ديال الخرقوم، خرقوم بلدي بطبيعه الحال. طاجين عادي البنات، كيجي بنين وزوين. وهنا شويه ديال المليحه، هنا زاد شويه ديال الملون الاختياري، الا ما بغيتوش ما ديروش. صافي هنايا كتخلي هذوك الحيمات حتى يتقلاو ويتشحروا مزيان. صافي وعاد غادي تزكيه. طريقه سهله البنات، والصراحه كيجي زوين وبنين، خصوصا هنايا الدجاج البلدي. تقدروا ديروه بالدجاج العادي، ولكن تيبقى دائما الدجاج البلدي احسن حاجه. هنايا من بعد ما تقلى كما كتشوفوا، غادي تقلب هذوك اللحيمات مزيان على الجهه الاخرى، وغادي تحاول تقادهم. هنايا في الاول كما قلت لكم البنات، راه درتو فوق البوطه هو الاول حتى تيتشحر مزيان، عاد غادي تردو فوق الفاخر. تيبقى طياب الفاخر هو احسن حاجه صراحه. هنا يعني على حساب الوقت، الا كان الواحد زربان هاد الطريقه هادي زوينه، كيتشحر مزيان فوق البوطه دغيا، وعاود يكمل طياب ديالو فوق الفاخر. هنايا كتحاول تقاد البلاصه باش تحط عليه البصله ومطيشه من الفوق مزيان. وصراحة كيجي بنين بزاف، ما تبعوش منه البنات، تبقى كما قلت لكم احسن حاجه. هنا شويه الربيع، زاد شويه الربيع، قزبور ومعدنوس. وهنا درت بطبيعه الحال البصله. هنا البصله درت فيها نفس العطريه تقريبا. صافي وكتزيدها هنايا من الفوق. سهل البنات، جربوه بعينيكم مغمضين، كيجي بنين. صافي هنايا درت قطع ديال المطيشه او قطع ديال الطماطم. هنايا غادي تزيد شويه الربيع اللي بقى، وغادي دير طريفات ديال الثومه. هادو اختياريين، بغيتو ديرهم ديروهم، ما بغيتوش لكم الاختيار، او تزينوا بحامض مصير او اللي بغيتو. مهم كنشارك معكم الطريقه. هنا زدت واحد جوج عويدات ديال القرفه، نسيناهم من الاول. صافي هنايا راه رضاتو فوق الفاخر، خلاتو واحد شويه تقريبا واحد ساعه الا ربع حتى نص ساعه، وعاد درت عليه هنايا شويه ديال الزبيب. كما كتعرفوا الزبيب راه كيطيب دغيا. صافي وسدينا عليه، خلينا يكمل الطياب ديالو. طبيعة الحال تتشوفوا القياس ديال المرقه، الا خاصها كتزيدوا شويه الماء. هنايا مره مره كتطلع عليه، كتهز هذيك المريقه كديرها من الفوق باش ما يبقاش هكا ناشف ويكون بنين من الفوق. صافي كتحركوا باش ما يلصقش، وراكم عارفين المقابله ديال الطاجين. وصافي هذا هو الشكل النهائي البنات، كيجي محمر هكا ومعسل بديك البصله والزبيب، كيجي رائع. ما تشبعوش منه البنات، ما شهيتكم. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، صراحة يستحق تجربة. بالصحة والراحة، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسونيش التعليقات ديالكم.